تعويض المباراة الأولى. انطلقت المباراة وصافرة البداية عند أصحاب الدار، عند الفريق الأصفر، عند هولير أمامية بمحاولة أولى لكنها مقطوعة عن لمجد فريق أربيل. ومازن فياض لمسة يد موجودة والخطورة قائمة لا تزال، وفي النهاية ضاعت، في النهاية تحولت من محمد صالح. مازن فياض، محمد صالح، محمد يمرر كرة خطيرة على عبادي، علي جاسم وحسين فلاح. حسين ينقل الكرة من جديد، تسديدة من بعيد ولكنها سهلة جدا عند الحارس حسين علي جولي. بدا يفكر في التسديد من بعيد، يغير اتجاه اللعب. حلوة الكرة من برونو، لكن التسديدة مو حلوة. أما كرة تقطع، وهنا تمريرة رائعة جدا لمازن فياض. مازن مهاري واحد على واحد خطير، ضاعت. حائط الصد وجولي وعلي جاسم، سهلة جدا عند حسين. والتمرير عادت لأكاب، أكاب، لكن التسديد يا أكاب. وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا كرة ضاعت 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 ضاعت. أخطر الفرص كم، هذه خطيرة، هذه خطيرة 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 خطيرة، ولكن الكروسينج، الكروسينج غير ناجح. وتهيأت فرصة، العارضة تقول لا لأربيل. قاسم علي الآن، تمريرة جميلة وحارس المرمى، ركلة جزاء صحيحة، ركلة جزاء بتدخل من حارس المرمى حسين علي جولي، وذاك كبير بن سيدريك، وركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة لصالح الكهرباء. إذا شوف 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 سيدريك، وبنالتي صحيح، صحيح، قرار صحيح تماما، البنالتي، ركلة الجزاء، فرانك سيدريك وجولي. فرانك سيدريك الكاميروني، الكاميروني يتحذر، سيدريك فعلها جولي. في فريق أربيل ليقدم عصارة خبرة السنين لهولير. كرة مباغتة، مباغتة، ولكنها ديامي لسيدريك، ضاعت، ضاعت فرصة التفوق من جديد ليوسف. وأمجد راضي، وكرة داخل منطقة الجزاء، أمجد راضي الهداف أراد أن يفعلها من اللمسة الأولى. لمحمد صالح، تمريرة خاطئة، بافور نجم المباراة، الفرص الضائعة، كرة بافور، لكن هناك رجل حديدي. تأتي من علي جاسم، علي لأموري، أموري في جهة اليمين، طلب الكرة، الخطورة قائمة، جولي، جول 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 جول. أخيرا أخيرا استسلم حسين علي جولي، وجاء افتتاح التسجيل المستحق، استحق فريق الكهرباء أن يتقدم في المباراة. نعم كان أفضل في شوط المباراة الثاني بكل المقاييس، كان أفضل بالفرص التي تحققت، كان أفضل بالسيطرة. وستيفن بافور يسجل هدف التفوق لصالح فريق الكهرباء، تقدم الفريق الزائر على أربيل. فرحة كبيرة 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 جدا، غلطة الشاطر بألف، حارس المرمى هيأ الكرة، هيأ الكرة، لكنه تصدى لأربع كرات خطيرة. مثل الآن لصالح فريق أربيل، هولير تلعب الكرة ولكن عبادي موجود، تراضي لكن عبادي حاضر، عبادي موجود يتصدى. دقيقة الثانية من خمس دقائق مضافة، كرة لأربيل الراسية إلى خارج أرضية الميدان، فك وقت بديل، وصافرة النهاية تأتي. مبروك لفريق الكهرباء، هارتك لهولير لأربيل.
ونجح لؤي صلاح فشل نزار محروس. مشاهدينا الكرام متابعي الرابعة في كل مكان، إلى أن يتجدد اللقاء بكم في مباراة أخرى.